ليا تفسير يعني القصه دي كحته كوره، يعني ان انا ان كل دوري بتلعب فيه ذا سلوور ات جيتس، كل ما الدوري يبقى ابطا كل ما تبقى اصعب للمهاجمين، لان انت الدوري لما بيبقى ابطا ده بيدي فرصه للديفنس ان هم يبقوا مور اورجنايزد ويبقوا منظمين بشكل اكبر. انما بره زوم في الدوري الانجليزي انت بتقطع الكوره، يعني الكلام هنا لو كريستيانو جه يلعب في مصر هنا مش هيبقى ممكن، ما يبقاش بنفس المستوى. انا بقول لك انا بقول لك ممكن لعيب كبير جدا يجي يلعب في الدوري المصري، الكواليتي بتاعت السيرفيس بتاعت الملعب، الكواليتي اللعيبه اللي حواليه، حركه التحرك بتاعت اللعيبه نفسه بالظبط. وهتيجي النهارده مثلا عقبال ما توصل للجول الكوره بتقعد وقت طويل عقبال ما تجيلك، حاجات كلها كتير ممكن تاثر عليك.